الأصحاح الثامن عشر. قال يسوع هذا الكلام وخرج مع تلاميذه، فعبر وادي قدرون، وكان هناك بستان، فدخله هو وتلاميذه. وكان يهوذا الذي أسلمه يعرف هذا المكان، لأن يسوع كان يجتمع فيه كثيرا مع تلاميذه. فجاء يهوذا إلى هناك بجنود وحرس أرسلهم رؤساء الكهنة والفريسيون، وكانوا يحملون المصابيح والمشاعل والسلاح. فتقدم يسوع وهو يعرف ما سيحدث له وقال لهم: من تطلبون؟ أجابوا: يسوع النصري. فقال لهم: أنا هو. وكان يهوذا الذي أسلمه واقفا معهم، فلما قال لهم يسوع أنا هو تراجعوا ووقعوا إلى الأرض. فسألهم يسوع ثانية: من تطلبون؟ أجابوا: يسوع النصري. فقال لهم يسوع: قلت لكم أنا هو، فإذا كنتم تطلبوني فدعوا هؤلاء يذهبون. فتم ما قال يسوع: ما خسرت أحدا من الذين وهبتهم لي. وكان سمعان بطرس يحمل سيفا، فاستله وضرب خادم رئيس الكهنة فقطع أذنه اليمنى، وكان اسم الخادم ملخس. فقال يسوع لبطرس: رد سيفك إلى غمده، ألا أشرب كأس الآلام التي جعلها لي الآب؟ فقبض الجنود وقائدهم وحرسوا الهيكل على يسوع وقيدوه، وأخذوه أولا إلى حنان، وهو حم قيافة رئيس الكهنة في تلك السنة. وقيافة هذا هو الذي أشار على اليهود فقال: أن يموت رجل واحد فدى الشعب خير لكم. وكان سمعان بطرس وتلميذ آخر يتبعان يسوع، وكان هذا التلميذ معروفا من رئيس الكهنة. فدخل دار رئيس الكهنة مع يسوع، أما بطرس فوقف في الخارج عند الباب. وعاد التلميذ الآخر الذي يعرفه رئيس الكهنة إلى الخارج وكلم الفتاة التي تحرس الباب، وأدخل بطرس. فقالت الفتاة لبطرس: أما أنت أيضا من تلاميذ هذا الرجل؟ فأجابها بطرس: ما أنا منهم. وكان البرد شديدا، فأوقد الخدم والحرس نارا وأخذوا يتدفؤون، ووقف بطرس يتدفأ معهم. وسأل رئيس الكهنة يسوع عن تلاميذه وتعليمه، فأجابه يسوع: كلمت الناس علانية، وعلمت دائما في المجامع وفي الهيكل حيث يجتمع اليهود كلهم، وما قلت شيئا واحدا في الخفية. فلماذا تسألني؟ اسأل الذين سمعوني عما كلمتهم به، فهم يعرفون ما قلت. فلما قال يسوع هذا الكلام لطمه واحد من الحرس كان بجانبه وقال له: أهكذا تجيب رئيس الكهنة؟ فأجابه يسوع: إن كنت أخطأت في الكلام فقل لي أين الخطأ، وإن كنت أصبت فلماذا تضربني؟ فأرسله حنان موثقا إلى قيافة رئيس الكهنة. وبينما سمعان بطرس واقف هناك يتدفأ قالوا له: أما أنت من تلاميذه؟ فأنكر وقال: ما أنا منهم. فقال له واحد من خدم رئيس الكهنة وكان من أقرباء الرجل الذي قطع بطرس أذنه: أما رأيتك معه في البستان؟ فأنكر أيضا. وفي الحال صاح الديك، وأخذوا يسوع من عند قيافة إلى قصر الحاكم. وكان الوقت صباحا، فامتنع اليهود من دخول القصر لئلا يتنجسوا فلا يتمكنوا من أكل عشاء الفصح. فخرج إليهم بيلاطس وسألهم: بماذا تتهمون هذا الرجل؟ فأجابوا: لولا أنه مجرم لما أسلمناه إليك. فقال لهم بيلاطس: خذوه أنتم وحاكموه حسب شريعتكم. فأجابوا: لا يجوز لنا أن نحكم على أحد بالقتل. فتم ما قال يسوع
مشيرا إلى الميتة التي يموتها. فعاد بيلاطس إلى قصر الحاكم ودعا يسوع وقال له: أنت ملك اليهود؟ فأجابه يسوع: أتقول هذا من عندك أم قاله لك آخرون؟ فقال بيلاطس: أيهودي أنا؟ شعبك ورؤساء الكهنة أسلموك إلي، فماذا فعلت؟ أجابه يسوع: ما مملكتي من هذا العالم، لو كانت مملكتي من هذا العالم لدافع عني أتباعي حتى لا أسلم إلى اليهود، لا، ما مملكتي من هنا. فقال له بيلاطس: أملك أنت إذن؟ أجابه يسوع: أنت تقول إني ملك، أنا ولدت وجئت إلى العالم حتى أشهد للحق، فمن كان من أبناء الحق يستمع إلى صوتي. فقال له بيلاطس: ما هو الحق؟ قال هذا وخرج ثانية إلى اليهود وقال لهم: لا أجد سببا للحكم عليه، ولكن العادة عندكم أن أطلق لكم سجينا في عيد الفصح. أتريدون أن أطلق لكم ملك اليهود؟ فصاحوا: لا تطلق هذا، بل باراباس. وكان باراباس لصاً.